مواقع دي زي بعض، في هنا اتنين شفاج او اتنين سخان وتليفون، واحد تالت هنا للمطبخ. المطبخ في برضو سخان هنا اهو، وزي ما بقول لكم في فيش كهرباء. نيجي للجزء المهم، شأنهم شأن الشعوب التركية كلها، بيحبوا الطهي وبيحبوا الأكل كتير. هو دلوقتي ما بياكلوش كتير، بس زمان المفروض بياكلوا كتير، فهي تراديشن المكان بتاع الأكل يكون واسع. فهنا قدامي البوتاجاز، أربع عيون بيتفتحوا من فوق ومتحوط بسيراميك طبعا للحماية وكده. عاملين حسابهم الأربع عيون، يعني عادة الحياة الروسية أو السوفيتية بتبقى الأكل قليل، تبقى عين واحدة عين ونص، بيوفروا قوي يعني. لكن بالنسبة للتتر هيبقى الوضع مختلف، كلهم بيحبوا الأكل زي شأنهم شأن الشعوب التركية. وحوضين زي عندنا في مصر برضو، على أساس إن هياكلوا كتير، يعني أطباق كتير، يعني غسيل كتير، يعني حوضين. دي حاجات بيزك خالص يعني للأكل أو تحضير الطعام. ده طبعا مطبخية وكده، وطبعا هنا مفيش أطباق كتير، بس هو المفروض يبقى فيه كتير. يعني ده مثلا ممكن دي أطباق بتاعت 3 أفراد مثلا في البيت، فدي كتير على 3 أفراد. وده اللي طبعا بيطلع منه ال، هو انا شايفه يعني مفوت لفوق عشان البتاع. هنا بقول لكم ده احسن يعني اهم مكان تقريبا في البيت التتري، عشان الطبيخ والاكل، وفي هنا وصلة غاز اللي بتولد الغاز زي الانبوبة دي، انبوبة صفراء، والدخان بيطلع لفوق المدخنة من هذا المنفذ. هنا في حاجة مهمة جدا، البتاعة دي يعني ترجع صناعتها لحاجة زمان تقريبا 3 شهور او حاجة، صنعوها من 3 شهور، فتعتبر حاجة أثرية ومهمة، وحطينا حتى هنا في مكان مهم وفي المطبخ علشان برضو تغير منظر المكان. هنا في زهور برضو، لأن يعني عندهم تقريبا فائض كبير من الأكسجين، فبيحبوا يبقى فيه نباتات علشان تاخد الأكسجين وتخليهم يفتصوا بالليل ما يعرفوش يتنفسوا. دي حاجة مهمة طبعا بالنسبة للشعب التتاري. التليفون هنا، ويعني بيوفروا في المكالمات أو بيتكلموا من الموبايل، فهنا ده ملوش لازمة يعني. هذا النور، ده نور المطبخ بس يعني. الستارة دي طبعا عشان يعني تراديشنز اسلامية، فبيبقى في الستارة دي علشان الست هي بتطبخ من هنا، ما حدش يشوفها هي بتطبخ. هو اي نعم هي طالعة طبعا هتشاف وهي معدية قدام الناس كده، بس عادي يعني تراديشنز وبينفذوها يعني، حتى لو كان الفحوى الموضوع او المهم منه ما بيتنفذش، بس اهو نوع من انواع. هنا طبعا عشان اللي يخش يطبخ تقريبا بيحتاج يقلع وكده، يحط هدوم على الحاجات دي، فيمكن عشان كده عاملين الستاره دي. الست بتبقى مالطه وهي بتطبخ جوه تقريبا، او الراجل او وات ايفر يعني. هنطلع فوق الدور الفلاني، ده ابر فلور منكم فوق. هو في دور تحت، بس اللي تحت ده هنشوفه بعدين، لان واضح ان هو مش حاجه يعني مهمه. ممكن يعني هنا صوره جميله هنا مكتوب عليها ترغان تلشان بصمعلن حرب مطبع حرف مطبع سي، ده مكتوب باللغه التتريه القديمه اللي كانت بتكتب بالعربيه. هم خدوا حته تقريبا مش عارف لقوها فين من كتاب قديم وراحوا ملصمينها. هنا بقى مكان تخزين النحل، هنا بيستخرجوا العسل من النحل، وهنا بيستخرجوا النحل من العسل. ازاي بقى؟ هنا بيخلوه يعيش، هنا بيخلوه يموت، او بمعنى اصح بيعذبوه بيحلبوه بيطلعوا منه كل فتفتة عسل. فالنتيجة ان العسل ان النحل بيبقى عدواني، فيبتدي ياكل العسل ويطلع يعض الناس. فده اللي بقول لكم بيعملوا من العسل نحل، حتى بيحطوا لهم جرعة عسل في الاول علشان النحل ايه يتجرأ ويحط العسل بتاعه جنبه، بس ما بيعملوش كده. فلما بيعذبوه في الغرفة دي ساعتها بيبقى بينقلب الى عدواني ويبتدي يهاجم البني ادمين، واحيانا بيهاجم البيت ده نفسه بياكله. يمكن كان في هنا بيتين ثلاثه وهم اكلوه البيت ده يعني. هنحاول نشوف بيتفتح ازاي. تقريبا هو مصمت من كل حته، مش عارف النحل بيخش منين عشان يطلع اساسا، بس هو واضح ان فيه يعني شغل كويس. هو ديكوريشن شكله اي كلام. الارض رخوه، وانا حاسس ان يعني تقريبا هي ارضيه مخصصه عاملينها مخصوص عشان الموضوع ده. فا يعني
الارض كلها مش ثابته تقريبا، زارعين فيها جديد او حاجه، فهنضطر نرجع. انا باين عندك يا ابني. I'm here. I'm appearing or...